وللحديث أكثر عن اجتماع وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي ينضم إلينا عبر الهاتف من مكة المكرمة الأكاديمي والمحلل السياسي الدكتور عبد الحفيظ المحبوب. أهلا بك معنا دكتور عبد الحفيظ. أهلا وسهلا بكم وبالمشاهدين. أهلا بك دكتور. بداية، ما رأيك بمخرجات هذا الاجتماع وما هي الأدوات المتاحة لتنفيذ هذه المخرجات على أرض الواقع؟ لا شك الاجتماع يعني هو ذو ثلاث اتجاهات. اجتماع وزاري طبعا للدورة 149 لدول مجلس التعاون الخليجي، هناك أيضا مع اجتماع مع وزير خارجية اليمن واجتماع مع وزير خارجية العراق. الاجتماع الوزاري الخليجي هو يحاول أن يطبق ما جرى في اتفاق العلا من التكامل الاقتصادي. بالنسبة لليمن طبعا هناك أزمة كبيرة تواجه اليمن، ربط الملف اليمني بالملف النووي الإيراني، ولذلك دول المجلس تركز على أن حل الأزمة اليمنية يمنيا بعيد عن التدخلات المسيسة. حقيقة هناك في 14/9 مندوب المملكة العربية السعودية الدكتور عبد العزيز الواصل في جنيف، حينما اجتمع مع وفد من خبراء الأمم المتحدة البارزين الدوليين والإقليميين بشأن اليمن في تقريره الرابع إلى مجلس حقوق الإنسان. طبعا الفرقاء أو الفريق ذكر أن الهجمات ذات طابع عسكري، وجه المندوب المملكة العربية السعودية. أيضا يعني كيف يمكن أن تنعكس هذه المخرجات بهذا الاجتماع على المنطقة ككل، لا سيما يعني كما تعلم بعد رأب الصدع واتحاد دول مجلس التعاون الخليجي مرة أخرى؟ حقيقة بالنسبة للعراق طبعا تم مناقشة ملف الربط الكهربائي، طبعا هي تتعلق ب يعني حينما يجتمع العراق مع دول مجلس التعاون الخليجي هذه رمزية ودلالة على أن العراق يعني هو يعني يلجأ إلى الحضن العربي ودول الخليج ترحب به. فالربط الكهربائي يعني تم مناقشة الربط الكهربائي، هناك أيضا هناك مصنع بتروكيماويات في العراق، هناك مصنع أيضا للغاز. هناك الآن تفعيل هذه الاتفاقيات، وطبعا يعني الاجتماع هذا على رأس هذه المشاريع والربط الكهربائي. الحقيقة يعني هنا دول مجلس التعاون الخليجي سواء في الملف اليمني أو الملف العراقي يطالب بأن يكون الحضور العربي يعني له حضور قوي في المنطقة، وهو نحن نلاحظ أن هناك الاجتماع الشام ما بين مصر والأردن وطبعا والعراق. نعم، بالنسبة للمشاريع الخاصة بالملف العراقي الربط الكهربائي، يعني هل هناك خطة زمنية معينة تم تحديدها لتنفيذ هذا المشروع؟ أنا أعتقد أنه الربط الكهربائي يعني هذا الاجتماع هو يسرع في الربط الكهربائي في أسرع وقت، لأنه نحن نعرف أنه إيران يعني أوقفت 70% من الغاز المصدر إلى العراق، رغم أن الغاز يباع ب$8 لكل مليون وحدة حرارية. الآن العراق وقع مع شركة توتال الفرنسية، هذه يعني تكلفة الغاز من 1.5 إلى $2. يعني الحقيقة العراق يتحرك على أكثر من جهة، وأنا أعتقد الربط الكهربائي سيكون أسرع ما يمكن. أنا أعتقد في فترة يعني قريبة جدا سيصل الربط الكهربائي إلى العراق، وأعتقد أنه سيحل جزء من المشكلة، خصوصا أنه يعني توقف 70% من الغاز الإيراني إلى العراق سيحدث مشكلة كبيرة جدا في الطلب على الكهرباء
في العراق. نعم، أيضا يعني ما رأيك بتصريح وزير الخارجية في العراق فؤاد حسين الذي ذكر فيه استعداد بغداد للعب دور الوسيط بين دول المجلس وإيران؟ برأيك هل فعلا الحكومة في العراق قادرة على لعب هذا الدور، خاصة في ظل كما تعلم الهيمنة الإيرانية على العراق؟ حقيقة يعني كانت هناك مفاوضات يعني ما بين إيران والسعودية في بغداد، وكان هناك حقيقة عرض من إيران على المملكة العربية السعودية بأنها تستخدم نفوذها في وقف هجمات الحوثي على المملكة العربية السعودية مقابل أن تدعم المملكة العربية السعودية إيران في المفاوضات النووية. طبعا المملكة العربية السعودية لا يمكن أن تدعم إيران في المفاوضات النووية، بل هي تطالب بوقف النفوذ الإيراني. في قمة بغداد لدول الجوار عرض وزير خارجية إيران على الأمير وزير خارجية المملكة العربية السعودية الأمير فيصل، فرد عليه وزير الخارجية السعودي بأن إلين ما تستقر حكومتكم في طهران، ثم أنا أعتقد كان رد دبلوماسي أن هي كانت جولات استكشافية، مفاوضات استكشافية. يبدو أنه الآن المملكة العربية السعودية تمر بمرحلة يعني هجوم على العالم لمحاولة تحييد إيران، وأن الملف اليمني يجب ألا يربط الملف اليمني يجب ألا يربط بالملف النووي يعني هناك، وأمريكا والمجتمع الدولي يحاول أن يستخدم هذا الملف اليمني من أجل إرضاء إيران، على الأقل أن تعود إلى اتفاق 2015. يعني المملكة العربية السعودية تقود دبلوماسية خشنة في هذه الأيام، نلاحظ أنها لم تستقبل وزير الدفاع الأمريكي. أنا أعتقد كل من أجل الملف النووي الذي يتلاعب به المجتمع الدولي. نعم، إذن كنت ضيفنا عبر الهاتف من مكة المكرمة الأكاديمي والمحلل السياسي الدكتور عبد الحفيظ المحبوب، شكرا جزيلا لك.